السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. واليوم رجعنا وياكم حلقه جديده تعليم الحلاقه اساسيات. راح ننزل اول حلقه على التعليم المقص، يعني اذا انت مبتدئ ادخل على الفيديو ان شاء الله تتعلم شلون تستعمل المقص. وانا وياكم ان شاء الله نتعلم مثل حلقه اساسيات. اولا راح ننزل حلقه على المقص بوتين. هاي المقص، شوفوا هاي المبتدأ أساسيات. شوفوا المقص هيجي، عفوا هيجي، لازم هاي على صابع الأخير الصغير. شوفوا استعمال هيجي المقص، المشط هيجي. شوفوا شلون تستلم المقص من، يعني من مثلا تريد زين فوق الشعر، المقص هيجي استعماله. شوفوا استعماله شباب، شوفوا بدايتك مثل ما قلنا لكم هاي لازمتها هيك. انت من تشتغل يعني تحلق الشعر، هاي المشط راح يكون هيك. شوفوا هاي راس الزبون تمسك، وهاي المخ. شوف شلون تمسك المقص والمشط هيك وتبخ. شوفوا هاي بس تعليم المقص، هاي يعني بعدين راح نزلكم حلقة كاملة شلون تقصون الشعر وتقصون الشعر مقص ومشط. هسه نجي مثلا نقص، هاي كانت اساسي حلاق، نجي نقص. شوف يعني شوف هذا يمسك هيجي والمقص مضبوط هيجي، تمسك هيجي ويا، شوف اثنين هون ويا سوية، تخلي المشط قبل ما ترفع المشط تخلي ايدك ترفعه، عفوا. المهم تخلي المشط بعدين ترفعه لحد ما القياس اللي تريد. شوف هسه رفعناه، شو تستلم، استلمنا المشط هيك، ورا ما نستلم المقص شوفوا راسي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ورا ما خلصنا المقص نرجعها، ورا ما رجعنا المقص نستلم، شوفوا نستلم المشط، ما تعوف الشعر مرة ثانية، تخلي يدك مرة ثانية ونجي نقص، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حتى ستة عادي، أربعة خمسة عادي. هاي مشينا الثانية، طب شوفوا قصة راح نقص. شوفوا هاي خلينا المشط وراها، خلينا إيدنا سوية ترفعها القياس اللي تريده، وراها هذا المشط تسلمه بهذا الإيد، وراها تفتح إيدك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هاي تقص. شوف ما تعوف، يعني هذا مستحيل ما تشيل ايدك لحد ما تخلي المشط وراها ترفعه مرة ثانية وسوية، هذا المشط تسلمه لهذا وتقص، مفهوم؟ راح نعيد الموضوع شباب. مثل ما قلنا لكم هيك حاليا، شوفوا تستلمه لازم هذا يقع هنا والمشط يكون بيدك، هيك عادية مرات تسوي، بس هو عادة لازم يكون هيك والبخ يكون بيدك اليسرى، تبخ بخة كاملة وراها. هاي بس تعليم شلون تثبت ايدك ويا المقص والمشط، يعني بعدين راح ننزلكم حلقة كاملة شلون تشيلون الشعر مستوى واحد، شلون تردبون الشعر والصفايح من ورا. المهم حاليا تعليم اساسيات بس، فقط الاساسي المقص والمشط، يعني شلون تستعملها وتسويها، تمام؟ حلقة حلقة ان شاء الله، ان شاء الله كل اسبوع انزل لكم حلقة، وكل ثلاث ايام كل اربع ايام. شوفوا مثل ما قلنا لكم هاي تنزل هيجي، ما تطبخ بالماي
ترجع الشعر كله لورا، وراها شوفوا سويه، تخلي المشط ما تخليه حتى ما يجرح الزبون او ما يزعج الزبون، تخليه هيك وترفعها، ترفعها مستوى كم، بس اهم شيء ما تخلي المشط، ما ترفع المشط شويه، تخلي يدك سويه وياه، وهذا تسلمه. ورا ما سلمته شوفوا ما تفتح المقص كامل هيك غلط، شويه شويه لحد ما تعلم انت، انت اساسي، انت مبتدئ بعدك. شوفوا زين، ثلاثة أربعة، هذا شوفوا ترجع تسلم هيجي، وراها تجيب ايدك هاي تاخذ المقص ترجع وتقص مرة ثانية، تسلم المقص الثالثة، شوفوا واحد اثنين ثلاثة، ترجع بعد تتابع عيدي ثالث مرة عيدة. هسه هاي مثل ما نقول استعمال مشط، نزل هيجي تخلي بيدك والمشط هيجي تتشاخذ سوي، شوفوا ايدكم ايدي سهل ورا، خلينا المشط ترفع تقريبا شويه وتوقف وتخلي اصابعك وترفع لي فوق، شوفوا هاي بس تعليم المقص والمشط، قصينا نرجع شويه لورا، شوفوا ما هذا الايد ما تعوفه لحد ما تخلي المشط وراها، تخلي ايدك حتى يطلع القياس الفوق قياس كامل، يطلع قياس عدل. شوفوا فشلون اعلمكم شلون راح يعني تستعملوا المقص، شلون انواع الطرق، اكو هيك شوفوا اكو قصون هيك اكو قصون هيك، فان شاء الله حاليا احنا هيك انت مبتدئ، ان شاء الله هيك راح نعلمكم شلون ترجع المقص هيك شلون، تمام. المهم مفهوم، ان شاء الله استفادتوا من هذا الشرح. ثالث مره رابع مره اعيدها، المش هاي بخه، شوفوا بخ كامل ترجع كامل، شوف اول حركه، اول حركه شوف اول حركه تنزله وتخلي المشط ترفع شويه وتخلي اصابعك سويه لحد ما لحد القياس اللي تقص تعوف، ورا هذا تسلمه، من سلمته تقص، شوفوا واحد اثنين ثلاثه، قصينا راح اقص مره ثانيه، يلا واحد اثنين ثلاثة، مرة رابعة شوفوا سوية راح ينقص، تمام. إن شاء الله استفادتوا من الشرح، إن شاء الله نجيكم حلقات جديدة شباب. بخ مرة ثانية، بخ مرة ثانية كامل، نجي حاليا المقص، خلينا ايدنا وتشيل ترفع واحد اثنين او ثلاثة اربعة عادي، ترجع مرة ثانية، بس اهم شيء اهم شيء اهم شيء هو من تخلي هذا المشط تخلي ترفع شوي وتخلي اصابع فورا وترفع وياها وتستلمه، شوف استلمته هاي استلمها، من تستلمه تقص ما تعوف هاي الشعر لحد ما تخلي المشط جوا هذا، شوفوا وتشيل مرة ثانية، مرة ثانية شباب. انتهينا هالحلقة، ان شاء الله استفدت من الحلقة، وراح ننزل حلقات هواية اكثر حلقات حتى تعلمون واستفادوا انتم، بس انتم هم لا تحرمونا من تعليقاتكم ولايكاتكم ومشاركات بالقناة، وفعلوا علامة الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد، وانا رقم موجود بالوصف، وايش ما تحتاجون انا بخدمتكم، اهم شيء استفادتوا، لمسه المقص ومسكه المقص والمشط لازم يكون هيك، راح اعيده مره ثانيه، من انت تخلي المشط لازم ترفع المشط شويه وتخلي ايدك فورا ورا ما تخلي هذا المشط تسلمه، ما ورا ما سلمته شوف تقص، ورا ما قصت هذا شوفوا ترجعه ورا هذا تاخذ المشط، تمام مفهوم. وياكم رد كوافير رد القراني، وتحياتي للجميع، ان شاء الله استفدتم من الحلقه.